الهوية بريس نحو إعلام هادف. عبد القادر العالمي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. مع استمرار العدوان واستمرار حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإننا نواصل الدعوة إلى وقفات أسبوعية لتأكيد الموقف الثابت للشعب المغربي الداعم للمقاومة الفلسطينية. وفي نفس الوقت هذه الوقفات تؤكد مطلبنا الراسخ، وهو إيقاف كل علاقة مع الكيان الإجرامي المتورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. وللأسف الشديد فإننا نلاحظ أن المكتب الذي نطالب بإغلاقه يتعزز بعناصر أخرى، وبالتالي يرسخ وجوده في بلادنا، وهذا أمر يخجلنا ويجرح مشاعرنا، ولا يمكن إلا أن ندين وجوده، لأنه لا نريد في بلادنا موقعا للمجرمين الصهاينة، لا نريد في بلادنا مكانا لمن ثبت للعالم أنهم يرتكبون أبشع وأخطر الجرائم ضد الإنسانية. هوية بريس نحو إعلام هادف.